السلام عليكم ورحمة الله. جاءني من يومين أغرب سؤال حقيقة، واحد يكتب إلي، كتابة واحد مهتم ومنزعج وخائف من الله، قال يخاف بأن الأيام التي مرت عليه من رمضان إلى الآن ألا يكون صيامه فيها صحيحا. ليش؟ قال لأنه يخاف ألا يكون قد نوى الصيام النية الشرعية. سمعتم بأعجب من هذا؟ النية شو هي؟ أنا أجبته بإيجاز واختصار. أنا الذي أتصوره أنه ما في مسلم يسمع مدافع رمضان إلا وينوي الصيام. مو الصيام اللي يحتاج إلى نية متعمدة مقصودة، النية حاصلة، لكن الإفطار يحتاج إلى نية. بدليل، لو أن رفيقين مثلا، أن زميلين في عمل أو مدرسين في مدرسة من الغرباء أو داراهما بعيدتان، يتغديان في المطعم، إذا سمع مدافع رمضان وقلت له غدا أين نتغدى، شو بقول لك؟ بقول لك شو نتغدى يا عم؟ لك بكرة رمضان، بكرة الصيام. إذا نوى الصيام، كل مسلم ينوي الصيام، لكن العمل الذي يعمله متيقظا غير غافل ولا بدافع العادي، صار العاقل المتيقظ غير المكره. المكره المجبر، شو معنى الإجبار؟ الإجبار أن تلزمه بأن يعمل عملا، وهذا العمل يعني لا يرتضيه، عمل ما هو مقتنع به، هذا هو المكره. إذن النية هي الأصل، كل واحد ينوي. بعدين لو سألت هذا الأخ اللي سألني، لماذا قمت إلى السحور في الأيام العادية؟ بشهر رجب ما قمت للسحور، وبصفر ما قمت، لماذا قمت بالليل؟ تركت منامك واستيقظت، وأول يوم بيكون يعني يقوم شبه مكره على القيام، وبيقوم يأكل وهو أحوج إلى النوم، بتقول له لماذا قمت؟ ما هو الجواب؟ بيقول لك لأصوم. في حالة واحدة يتصور فيها أنه صائم بلا نية. الحالة كيف؟ أنه واحد أثناء السنة، مو برمضان طبعا، يمكن يكون عنده عمل، تاجر عنده دكان وعنده موعد مهم في الساعة مثلا 8، نظر وجد أنه صارت الساعة 8، ما عاد عنده وقت يأكل، لبس وذهب بسرعة وانغمس بعمله، يبيع ويشتري ويحاسب ويقابل الناس، ما وجد يعني وقتا يشرب به كأسا من الماء. قد يقع هذا، التجار هنا أثناء الحج وفي المواسم يعملون هذا إلى أن أذن المغرب، هذا لا أكل ولا شرب ولا عمل شيئا من مفسدات الصوم. هل هو صائم؟ لا، لأنه ما نوى. فالأصل إذن النية. والله يوم القيامة، انتبهوا لي لهذا الكلام، ربنا لا يسألنا يوم القيامة ماذا عملتم فقط، بل يسألنا لماذا عملتم، لأن النية تبدل العمل، تحوله من خير إلى شر. لو جاء واحد اليوم جاب سكين وضربني فيها في بطني، شق لي بطني، شو بعمل أنا؟ إذا بقيت واعيا وعندما أصحو، عندما انوجعت غبت عن وعي، عندما أعي وأرجع إلى وعي وشعوري، أقيم عليه الدعوة في المحكمة، أطلب منه، هي أشتمه أقابله. لكن في واحد مرة، والله مو مرة، عدة مرات شق لي بطني من هنا ومن هنا، وقلت له أشكرك ودفعت له أجرة. ليش؟ اختلفت النية. هذا شق بطني ليصلح شيئا في الداخل، يعمل لي عملية جراحية، وذاك شق بطني بنية الأذى، اختلفت النية. لا، شو بدكم بالحديث؟ إنما الأعمال بالنيات. هذا الحديث أصل من أصول الدين، حتى قالوا أن ربع يعني الشريعة مبنية على هذا الحديث، إنما الأعمال